وطبعا الخلفيه الرائعه للعالمين اللي انا بسمع ان هي اكتر من رائعه، نفسنا نروح ونتفرج عليها بشكل يعني عندنا من الوقت، بالذات ان انا في فنادق كتير رائعه، وانا من مكاني هنا احب اقول لكم ان الفنادق اللي موجوده في العالمين والشواطئ الخاصه اللي موجوده في العالمين من اكتر الاماكن روعه، البحر يجنن، ارخص الاماكن الموجوده، لان انا بسمع ان في شواطئ خاصه بنخشها بال2000 وبال1500، الكلام ده مش موجود في العالمين، بلس الخدمه غير طبيعيه. فخلينا دايما دايما نشجع الشيء اللي احنا بنحاول ان احنا نوصله لكتير من الناس بيتفرجوا علينا وفي الوطن العربي. العالمين مكان متميز جدا، شواطئ متميزه واماكن متميزه. دعوه لزياره العالمين هيبقى فيها متعة وفيها اكتشاف حاجات حلوة كتير. كمان الأسبوع اللي فات ده واضح في حاجة مختلفة في المهرجان وفي الحفلات اللي بتحصل في العالمين. شفنا إسعاد يونس، شفنا حيوية مختلفة، شفنا شيء مختلف. بقى فكرة الأسبوع إسعاد اللي يونس دي فات رائعة، يعني دي برضو فكرتيني، انا دي من ضمن الحاجات اللي انا لو كنت موجودة كنت ديفينتلي حضرتها. ليه؟ الفريق اللي موجود مع اسعاد يونس احنا بنحبه جدا، اغانيه رائعه. اسعاد يونس كانت متالقه وبعدين طمننا عليها ان هي بقت كويسه وزي الفل وبترقص وبتغني على المسرح، الست دي عظيمه، تحيه مننا ليها يعني طبعا، ودي من ضمن الحفلات الرائعه برضه. كل الحب وكل مدحت صالح ولا الامتنان اتذاعت صاحبة السعادة. هو الأسبوع كله، الأسبوع اللي فات بصراحه كان أسبوع فيه شيء مختلف، فيه روح مختلفة، فيه دماغ يمكن مختلفة. فإحنا كل التحية لكل المجهودات اللي بتحصل. ونيجي لتفاعل كبير على السوشيال ميديا، على كل منصات السوشيال ميديا. بوست كتبه النجم محمد ممدوح على صفحته، قال فيه: يا جد بجد يا جماعة، تدخل الناس في أي علاقة حاجة مش كويسة خالص، خلي مشاكلكم بينكم. الناس بقى تفاعلت معاه وقالوا له تعالى هنا جنبنا، ضم جنب أصحابك، يعني الناس وبدأوا يقولوا آرائهم وكذا، على أن هو بيتكلم بجد. حتى لدرجة أن أمينة خليل ردت عليه قالت له: ما هو لما حد يقول كده ده معناه أن في مشكلة، فأنت بتدخل الناس في حياتك. وأسماء جلال قالت له: مظبوط، بس ما حدش للأسف بيفكر. فنانين كتير تجاوبوا وردوا عليه، وأنا شايفة أن أمينة خليل عندها حق. يعني لو حد حط كلام زي كده لازم هتفتكر ان هو عنده مشكلة، فانت انت اوريدي دخلتني في المشكلة بتاعتك. بصي، هو البوست ده فتح لنا مواضيع كتيرة جدا، وموضوع مهم جدا فكرة احنا اللي بنجيب لنفسنا اللي احنا بنجيب لنفسنا وجع الدماغ زي ما بيقولوا، احنا اللي بنجيب لنفسنا فكرة ان الشخص يتجرأ ويخش في حياتنا.